من شأنها الاجتماعي إلى قطاعي الصحة. الآن التكفل بالأمراض النادرة في الجزائر موضوع لم يلقى حلا لحد الساعة، وأصبح المرضى يتخبطون في دوامات للبحث عن الحلول. ارتفاع الضغط التنفسي للرئتين هو واحد من الأمراض الذي يحرم المصابين به من نعمة الاستنشاق والاستنشاق الأكسجين طبيعيا. صبرين أبو عبلة تفصل في الموضوع. الأكسجين هو الحياة، لعل هذه العبارة بسيطة بالنسبة للعديد من الأشخاص، ولكنها بالنسبة لخديجة تعني الكثير. فالأكسجين الذي تتنفسه خديجة تدفع ثمنه، ثمن تكاليف نقله والمعدات المستعملة لعملية إدخاله إلى الرئتين. مادام ربي ودينا خلانا الحياة، من حقي نعيش ومن حقي نطلب حقوقي. أنا كيقولوا لي لا خلي غدوة نباتوا لك الفرقان باش نطمي الأكسجين، خلي غدوة نزقموا لك لاباري. نقولهم سدوا نيفكم وقولوا لي اسكو تقعدوا ساعة. لا تفارق أنابيب الأكسجين خديجة، فهي وسيلتها الوحيدة للتنفس والبقاء على قيد الحياة، حيث أصيبت بمرض اشتراك القناة الأذنية البطينية للقلب عند ولادتها، وأدى التأخر في العلاج إلى تأزم وضعيتها وتعقد المرض إلى مرض تنفسي. الحالة الصحية اللي وصلت ليها هي ترجع لعدم التحكم في مسيرة المرض متاعها. الحل راهو في يد الضمان الاجتماعي في يد وزارة الصحة. هم الكثيرون في مثل حال السيدة خديجة، إلا أن إمكانيات التكفل بالمرض جد باهظة ولا تسمح لشخص عادي باقتنائها في ظل غياب تكفل مصالح الضمان الاجتماعي بتعويضها. تحاجة ربي، مرحبا مرحبا مؤمنين. بصح أنا واش اللي تعذبت واش اللي عييت من لا سيتياسيون تاع وزارة الصحة؟ ما تسمعنا، ما هيش فهمة كامل شوي صار. رغم آلاف مساكن مرضى في السبيطارات يتلوحوا عم يموتوا هكذا برك هكذا، على جال أكسجين، على جال دواء باش يجيبوه لنا من الخارج. خليونا نعيشوا. التكفل بالأمراض النادرة في الجزائر موضوع يطرح في كل مناسبة، ولكنه للأسف لا يلقى ردا، تاركا هؤلاء المرضى يواجهون قساوة المرض لوحدهم.